أمهات مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين فقدوا حياتهم في معركة عفرين يوقدن شعلة النوروز إذانا ببدء الاحتفال في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. يدور الحديث هنا عن معاني النوروز المتمثلة بالحرية والخلاص وكذلك مكافحة الإرهاب. فهنا أم لمقاتلة كردية كانت قد حاربت داعش لمدة 3 سنوات وفقدت حياتها أثناء صد الهجوم التركي على مدينة عفرين. نبارك عيد النوروز على جميع شعوب العالم وعلى عائلات الشهداء وعلى جميع مقاتلين على جبهات القتال ضد داعش، ونتمنى أن يكون نوروز الحرية. زغاريد وأهازيج تنطلق من حناجر نساء كرديات يلبسن زياً تراثياً في احتفالية النوروز التي تزامنت مع خسارة المقاتلين الكرد لمدينة عفرين وتدمير تمثال كاوى الحداد وسط المدينة. يجمع الحاضرون هنا أن روح النوروز يجسد معاني الثورة والمقاومة. فهنا قيادي من حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني يتوعد تركيا في يوم النوروز. نوروز هو رمز المقاومة والحرية. بروح النوروز سننتصر. من هذا المنطلق يحيي أبناء شعبنا عيد النوروز هذه السنة. إجراءات أمنية مشددة ترافق الاحتفال بعيد النوروز الذي يحمل في طياته قيم الفرح والمحبة والإقبال على الحياة ويعتبر أول أيام السنة الكردية. يستقبل الكرد في شمال سوريا عيد النوروز في هذا العام بغصة وحسرة بعد سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية على مدينة عفرين، وفي الوقت الذي أعلن فيه أحزاب كردية معارضة إلغاء المظاهر الاحتفالية في هذا اليوم، نظم أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي العشرات من هذه المهرجانات لدعم مقاومة عفرين حسب تعبيرهم. عبار عثمان، الحرة، من مدينة القامشلي شمال سوريا.